الكره الاخيره كانت كره ركله الجزاء لامبي في مباراه الامس امام الكره العرب. طبعا الكلام عليها كتير جدا وكان اعتراض كبير للمقاولين على ركله الجزاء ديت. انا هكلمك في نقطتين في ركله الجزاء دي يا كريم. طبعا. اولا الوقت بدل الضيع انا شايفه كتير جدا اللي احتسبه الحكم. ثانيا الحكم بالمنظر ده يعني الكوره جوه منطقه الجزاء وانت بتتمشى بالمنظر ده بره منطقه الجزاء بالمنظر بالمسافه دي وبتتمشى في وقت بدل ضايع وجوه منطقه الجزاء ده غير مقبول تماما في التحكيم. يعني انا لازم ابقى مهتم، لازم اكون وصلت لخط منطقه 18، لازم اكون شفت كل التفاصيل، لكن انا بتمشى بالمنظر ده في الوقت بدل الضايع في ماتش مهم اللي هو ماتش انبي والمقاولين اللي بيصارع في الهبوط. فالاختيار انا شايف الاختيار المباراه من لجنه الحكام لحكم كان لازم يختار حكم خبرات اكبر مع كامل احترام للحكم اللي كان موجود في المباراه. لكن اللعبه نفسها هنروح للعبه نفسها وتفاصيلها. اللاعب المقاولين لعب الكوره، هنشوف اللقطه مع بعض، وبعد ما لعب الكوره لا قصدي لاعب انبي لعب الكوره هنشوف نكمل على طول يا كريم كمل عشان نشوف اللقطه كلها. اهي معاك ماشي معاك كده كابتن شايفها كويس؟ اه شايف كده معايا اه. تمام. الكرة رجعت اللاعب المقاولين لعب الكرة. اللي قول لو محتاج إعادة تانية يا كابتن جاد، يعني العادي مش واضحة بالنسبة لك؟ لا أصل مش اللقطة مش كده، اللقطة مش منظر ده، اللي بتكلم على اللقطة اللي في الوقت بدل الضايع مش دي. مش ديت. اه. هاتوا يا جماعة لقطة غير ديت. اللي هي تم احتساب ركلة الجزاء عن طريق الفار. ركلة الجزاء اللي احتسبها عن طريق الفار. في الوقت بدل الضايع، لا انا بتكلم لقطه مش دي، مش ضربه الجزاء تم حسابها لا. اه مش هي دي يا كابتن. لا 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 دي مفيش فيها حاجه خالص، دي مفيش فيها اي خطا واللعبه سليمه، دي مفيش فيها حاجه خالص. تمام. كان في ركله جزاء للمقاولين في الانبي في الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني. عظيم. هي دي كانت الخطا اللي موجود او الكلام كتير عليها. انا عموما هكلمك عليها كريم، هي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها للانبي، لكن الحكم زود وقت كتير جدا في الوقت بدل الضايع، ده اللي كان المقاولين يتكلم عليه وعنده حق فيه، لكن الكره اتلعبت من لعب اللاعب انبي، اللاعب المقاولين اهمل وراح تماما لرجل لاعب انبي، الكره ما كانتش المعيار بالنسبه لنا الكره في اللعب ولا خارج اللعب، الكره في الوقت ده كانت جوه الملعب ما كانتش لسه خرجت بره الملعب، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه تم احتسابها عن طريق حكم الفار. كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمه والتحليل الرائع كالعاده.